بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي، الشيخ القارئ العبقري محمود علي البنا، ولد بإحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عام 1926، وأتم حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في 11 من عمره. تعلم في كتاب القرية، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لتلقي العلوم الشرعية في الجامع الأحمدي، وهناك أتقن القراءات السبع على يد الإمام الشهير وقتها إبراهيم بن سلام المالكي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم في 1945 انطلق محمود علي البنا إلى العاصمة القاهرة، حيث بدأ في تعلم المقامات الصوتية على يد الشيخ درويش الحريري. ونظراً لأدائه العبقري اختير قارئاً لجمعية الشبان المسلمين عام 1947، وكان يفتتح كل الاحتفالات التي تقيمها الجمعية، وهو ما مهد الطريق لالتحاقه بالإذاعة المصرية في 1448. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وعلى مدار 40 عاما أثرى الشيخ محمود علي البنا الإذاعة المصرية بمكتبة هائلة من التسجيلات، بالإضافة إلى المصحف المرتل الذي سجله كاملا عام 1967. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. تميز البنا بالإضافة إلى عذوبة الصوت وقوته باختيار النغمة المناسبة لكل مقام،
والتعبير صوتيا عن معنى كل آية قرآنية. كان يجيد اختيار البدايات في المقامات الصوتية، يبدأ من القرار ثم يصعد ويتجول بصوته بين المقامات المتفرعة عن المقام الأصلي قبل أن يرجع إليه في القفلة، وهو ما كان يدخل المستمعين إلى تلاوته في جو من الخشوع المهيب. توفي القارئ العبقري محمود علي البنا عام 1985، وترك ثروة هائلة من التسجيلات النادرة، ولم يكن رقما عابرا في قائمة القراء الطويلة التي تتميز بها مصر، بل كان علما هاما ومدرسة نهل منها القراء من بعده. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا